شوفوا اختي، شوفوا اختي على حالها. صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير. شوفوا يا اختي، شوفوا يا اختي، شوفوا يا اختي شنو دارت. تلاقات لك مع الصباغه، كتوريني ورا، شفتو ورا سيل. تلاقات لك مع الصباغه وبقات صبغيه ما تصبغ ما شفتهاش. شوفوا الجرده ديالي قبل، شوف شوفوا على حالها. لقيتو دابا شكون غادي قد لي دابا النشار باش نشر هاد الحوايج هادو. اليوم الجو عادي، ماشي ما مشمش وما ما غتصبش الشتا. ايوا صافي، غادي ندور بهاد الجرده هادي. مرونينها غير اللعاب، هاد اللعاب هادو كنت حيدتهم من الفوق، درتهم فواحد البلاستيكه باش نرميوهم. صدقوا جبدوهم بالبلاستيكه وشتتوهم ليا هنا، كنت بغيت نرميهم. شوفوا على حاله، شوفوا على حاله، شوفوا الجرده كي دايره. غنجمع كاع هادشي وغادي نديرو في بلاستيكه وغنرميه ديريكت باش ما يعاودوش يجبدوه. اما راتيل خلاص ما نهضروش عليها، على الحال اللي دايره في يديها. البنات ما بقيتش كندور بالفطور في الصباح، صافي قررت غادي نقص ضروري. اختي داروا لي حاله، صحاباتي عائلتي كلشي كيقول لي غلاضيتي، ناض لك اللغلوغ وليتي كتباني غليظه، عقدوني اختي. صافي غادي نقص، قررت ان شاء الله غادي نقص واحد من 3 حتى 5 كيلو، حيت اون فوا نقص 5 كيلو راه غادي تبان فيا. ما عرفتش انا حيت علاش كنبان ليهم غليظه بزاف، حيت وجهي هو الاول كيبدا يغلاض. اون فوا كنغلاض كيبدا من وجهي، داكشي باش كاينه اللي كتكون غليظه في الجسد ديالها ووجهها ما كيغلاضش وما كتبانش فيها. انا حيت كيغلاض ليا وجهي كنبان ليهم راني صافي طرطقت، وانا في 62 كيلو. دابا الا نقصت 5 تولي في ديك 57، صافي غادي نكون هي هذيك. المهم ما بقيتش كندور في الصباح بالفطور في الصباح. هي حاجه صحيه وفي نفس الوقت غادي نقص الوزن. انا كنت كنفطر بعض المرات، بعض المرات لا، دابا صافي ما بقيتش كنفطر. علاش؟ سمعت واحد الطبيب شنو قال، قال لك الا بغيتو تشدو الصحه ديالكم ما تفطروش. وكاع هذوك اللي كيقولوا الفطور راه مهم مهم مهم، راه بصح نيت مهم بالنسبه للدراري الصغار اللي كيمشيو مدرسه، اللي خصهم التفكير، اللي خصهم التركيز خصهم، ولكن بالنسبه لينا حنايا مثلا اللي باغيين نقصوا الوزن، هذيك راها فرصه لا تعوض ديال الصباح فاش كيكون هذا الانسولين هابط في الدم، كيكون السكر هابط في الدم. علاش فرصه لا تعوض؟ حيت الجسد فاش كيبغي، فاش كتولي الصباح كتفيقي مثلا كديري اي حركه كتشقاي كديري لوكو، خاصو القوه، وديك القوه كيجبدها من كياكل من ديك الشحمه اللي عندنا لداخل. داكشي باش قالك من الاحسن، من الاحسن مورا 12 عاد بداو تاكلو وماشي تغلقو، غير شي حاجه هكا خفيفه ما يكونوش فيها السكريات بزاف، باش نستافدو من هذيك الوقيته اللي فاش كننعسو الصباح كلها كي الجسد كيحرق. قالك عندك جوج طرقان، عندك الطريق ديال انه ما تفطريش وتحرقي الدهون، ولا تفطري وتبدلي من هذيك لوبسيون ديال تحرقي الدهون تبدلي لانتاج الدهون. ايوا اختي انتم اي معلومه لقيتها راه غادي نشاركها معكم. بس عرفوني رديت اختي تنقلب في هاد المواضيع هادو، نتقفوا شويه راسنا حتى الا ما درنا والو بعدا نتقفوا راسنا. المهم دابا لقيتوني غادي نجبد لي كوموند اللي غادي يخرجوا اليوم. بعدا بغيت نشكركم على الثقه ديالكم، بغيت نشكركم على الهضره الزوينه. وصراحة هاد اليوتيوب هذا عرفني على غير الناس زوينين بحالكم والله. هانتوما هادي لا كوموند الاولى، هادي لا كوموند الثانيه، هادي غادي لفرنسا، غادا لفرنسا ديال واحد كليانه. هادي هاد المهم كاين 4 د لي كوموند، كلهم هادو 3 خارجين هنايا لانجليز وحده غادا لفرنسا. قلتو ليا تبقى تشاركي معنا ولا ديري معنا لايف هنا في اليوتيوب. شخوان شوف مالها، قلتوا لي تبقيت ديري معنا لايف ولا فيديو، شاركي معنا المخاور، حنا بغينا نشرب. البنات راه بغيتو نخلي لكم، انا نخليكم انستغرام، واللي ما عندهاش انستغرام دخل الواتساب، راني كنصيفط صور كنصيفط كلشي. هنايا اليوتيوب ما بغيتش
انا بديت معاكم بالفيديوهات، كنشارك معاكم فلوغات، كنشارك معاكم روتينات وبزاف ديال الحاجات. ما بغيت نشارك البيزنس حتى هو، خليت حاجه ديال البيزنس بوحدها باش ما تملوش، فهمتوا؟ حيت كل حاجه وشنو كانت بارطاجي فيها صافي. المهم راني جبت الجديد والجديد جاي ان شاء الله، وراني جبت، شوف بعدا الباك جراوند، شوفوا الصباب تصبحوا ليا. راني جبت الجديد والجديد جاي، ورا جبت الشيلان داكشي، شي حاجه اللي راهي اختي دوزو الانستغرام ولا هذا الواتساب. المهم دابا هادو غادي نخرج لكم، غادي يخرجوا اليوم ان شاء الله يوصلوا ما ليهم. عرفتوا البنات كنت كنهضر معاكم عادي، صحه سلام، شفتوا فايقه عادي، عرفتوا دابا حتي شحال بكيت ما نقول لكمش، شحال بكيت يا البنات، شحال بكيت. جاني دابا واحد الخبر ديال باين راجل، هذيك صاحبتي اللي كنمشي عندها ديما، اللي عندها صالون كحل، عندها كلشي في الكحل، انا غادي تعرفوها، عندي جوج صحابات هما اللي كنمشي عندهم. المهم مشاو دابا لكردستان، وباين راجلها توفى، وعرفتي كنت كنهضر دابا مع راجلها كنهزي وداكشي، وكيهضر معايا وكيعاود لي القصه ديالهم كيفاش مع باهم داكشي، عرفتي ما نقولكمش، اثرت فيا الصراحه اقسم بالله. كنت كنهضر معاه وداكشي وقلت ليه، حيت انا صراحه ما عمري ما دخلت معاهم في الديتاي وداكشي، قال لي راه با راه مطلق من مي 24 عام هادي، وراه دابا فاش مشينا لكردستان راه سمعناه مريض، وراه واخا ما كانش كيجي يشوفنا نهائيا، قال لك ما كانش كيجي يشوفنا نهائيا، من نهار تزوج دار حياته مع واحد المراه واحده اخرى صافي ما عقلش عليهم، وقال لكم فاش سمعناه مريض مشينا عنده للسبيطار، وحنا اللي هزيناه، وقال لكم هذيك مرتو فرطات فيه، ما فيه السرطان، وما قالتهاش ليهم حتى صافي، هما فاش ساقوا الخبر لقاو السرطان ديجا وصل المراحل الاخرانيه، وقال لكم وباهم بقى كيتسامح معاهم في السبيطار كيقول لهم سمحوا لي، انا عرفت راسي راني كنت مقصر في هذا، مقصر في معاكم، وسمحوا لي وانا عارف شنو درت، ولكن بغيتكم بغيت تسامحوني قبل ما نموت، قال لكم وسامحوه كاملين، وقالوا لي زعما قال لي واخا حنا دار معنا الخايب وكنا حاقدين عليه كل شيء، ومع ذلك سامحناه وبغينا غير يرجع، قال لي راه الاب، قال لي الاب راه ما يعرفش الواحد بالقيمه ديالو حتى يفقدو، عرفتي صافي بديت نصبر كاع نهائيا، قالك صافي. المهم قالك بعدا واحد الحاجه الوحيده اللي مفرحانا هي انه تسامحنا معاه، ولكن حاجه اللي مقلقاه قالك ما التفرط، قالك با ما التفرط، قالك شوفي حنا شنو دار فينا، وكون مرتو قالتها لينا فاش يلاه السرطان كان في المراحل الاولى، كرات الله ينا فيه ودينا السبيطار وداكشي، قالك ولكن بانا ما التفرط ما كانش في راسنا صافي. هادشي اللي كاين عزيتو داكشي، وقال لي ما مشى معاك باس وهذا، وقلت لي المهم الله يصبركم الله يكون معاكم، وهادشي اللي كاين البنات. واش غنقول لكم، اللي يلقى ما يتهلا في والديه يتهلا ما حد في الحياه، اما الا مشاو كاع ما تبكي عليهم، راه بكا ما كيرد والو، الواحد يتهلا في الوالدين وهما ما حدهم في الحياه، اللي ما يبقاش بنادم ما يبقاش يلقى الاعذار، ما عندكش عطي من القليل، عندك عطي من الكثير، الوالدين راهما كلشي، راهما كلشي. انا كنقولها واخا ما زعما الاحساس هذا، انا كنحس بالناس اللي ما عندهمش والديهم، واخا زعما ما عمري عشتو لهلات تحرمنا في اللي عزيز علينا يا ربي، ولكن راني عارفه بالقيمه ديالهم، عارفه بالقيمه ديالهم، هما كلشي الصراحه. الله يرحم جميع الموتى المسلمين يا ربي، والله يصبر الاهالي ديالهم، الله يكون معكم، والله يبدل محبتهم بالصبر، وهادشي اللي كاين كبيدات، عرفتوا انا اختي بحال هادشي ما كنقدرش نصبر كاع نهائيا، الدموع ديالي كيسبقوني، كنهضر معاه في التليفون وانا كنبكي وما بغاش نبين، راه كنبكي النفس ديالي كيتقطع.
شكرا لكاع البنات اللي كيسولوني على ماما وبابا، كتقولوا لي غنتوحشوهم كي دايرين واش لاباس عليهم. شكرا البنات لهلا خطاكم لاباس الحمد لله. راه اون فوا كيرجعوا المغرب كيوليو مزيان، هما حتى غير كيسافروا كيمرضوا كيرجعوا المغرب كيوليو مزيان. ماما وماما ويدا راجعوا المغرب، المهم كلشي مزيان الحمد لله. ربي يخليكم راه سلامكم كيوصلهم، وتنتوما الله يخليكم عز عليكم الله يخليكم والديكم. صراحه ما كاين حتى شي واحد كيكره يبقى في هذيك اللمه العائليه وقديمه في داك الجو العائلي وداير به والدي وخوته، ولكن هذه سنه الحياه. الواحد راه كيتقبل تيتقبل الواقع بلا خاطره، واخا هو ما باغيش راه خصك تقبل هادشي اللي كاينك بيدات. المهم واخا دابا ما كاين حتى شي بروغرام ديال اننا نقدروا نتلاقاو قريبا، ولكن حنايا مع الحياه، حنا مع الايام في مادتنا الحياه حنا غاديين معاها. الى جات شي فرصه نتلاقاو مره اخرى راه غادي نتلاقاو قريبا، ما جاتش راه غنتسينو حتى تجي الفرصه. سورتو دابا راه زين، راه ما غتسالي هاد العام هذا حتى الاخر ديال شهر 7، حتى 21 في شهر 7 عاد غادي تسالي. كنتو كتسولوني شنو درت معاها في المدرسه فاش سافرت. عندها هي كانت عندها ديجا جوج سيمانات، وكانت عندها 3 سيمانات، ولكن السيمانه الاولى كنا هنايا دوزناها هنايا، وجوج سيمانات ديال العطله وغيبنا ليها سيمانه، غيبت سيمانه. دابا راه لحد الان كنساين وجينا البروسي. نورمالمون الا غيبتي ليها غير المهم كتر من 3 ايام بلا سبب بلا والو راه كيصيفطوا لك بروسي. لحد الساعه مازال ما صيفطونا لا بروسي لا حتى شي حاجه. المهم سيمانه راه غيبت. انا اللي جاوبتكم كنجاوب البنات هكا في التعليق، دابا قلت نجاوبكم هنايا باش تعرفوا شنو كاين. ماشي كتشوفوا الناس غادي القرايه كتقولوا راه زين ما قريش، راه بصح نيت راه غيبت ليها سيمانه وهادشي اللي كاين. صافي هنايا كما كتشوفوا تكون فرحانه، واخيرا واخيرا دخل الصيف اختي. الحراره كنقول هكا عندي نشافه في لا ماشين، ولكن كنقول ضروري نستغل الفرصه نشر الحوايج برا. وحنا كذلك كنخرجوا كنتشمشوا في الجرده، ودابا دابا دابا هاد الجو هذا غير ديال انك تجلسي في الجرده كتشوفي الناس كاملين دابا نكازا ولا اي جنسيه كي دابا كيبقاو ينقيو الجرده، كيشريو دوك الجلسات ديال الجرده باش هكا. صراحه حنايا محرومين من شي حاجه سميتها الشمس، يعني فاش كتجي صافي كتبغي تستغلي الفرصه، والفرصه الوحيده اللي كاينه انك تخرجي للجرده ابار على دوك الخرجات ديال البحر وبيكنيك وهذا. شوفوا معايا الداليا ديال شخوان كبرات تبارك الله، هانتوما شدات هنايا ودار ليها هنايا هذا الخيط هذا ومشات عند البلاصه هذه. شوفوا فين تبارك الله ودار ليها هنايا، شد لي عاوتاني هذه العرشه ده هنايا حيت كتبقى باش تبقى مشدوده، ودوزها من هنايا باش ما تدلعش باش تمشي. هانتوما اختي شوفوا كداكشي اللي جمعتو راه جمعتو ليه، خصنا نمشيو نرميو. وشوفوا معايا عاوتاني الشجره كبرات تبارك الله، هادو صدقوا هاد جوج هادو صدقوا ليه، درنا واحد الحامضه وهي الكرمه ديال الكرموس. الكرموس واقيلا حتى هي راه نايضه لا تنشوف، حتى هي راه نايضه هاد واحد لقيتها بحال لا ماتت. ها حتى هي نايضه وماتت لينا وحده هنايا كانت حامضه ولا ما نعرف، ما بغاتش اختي تصدق داعينا معاها كيكربلها ودار لها داك السماد وكل شيء والو ما صدقاتش ماتش ما بقاتش. والكرمه ها انتيا شوفوا دير لها هنايا هذا قطيب ديال الكفته باش تبقى طويله، ولكن خاصو عادي يزبر هذا الربيع هذا كامل، خاصو يتحيد كله خاصو يتنقى، لا في الجرده القداميه ولا اللورانيه بجوجهم كلهم خاصهم يتنقاو. هانتي اختي الباستا ديالي وجدات بالكروفيت والكالامار، درت فيها دابا الفرماج الموزاريلا، دابا غادي نزيد فيها البارميزان وزيد فيها غير شويه كيبغيو في بناتي. تنزيد انا لراسي شويه من الفوق، شوفوا معايا التعليكه ديال لاصوص ودايره هنا اللانجوين كتبو. دابا صافي غادي يكونو طابو